بلغ مجموع المساهمات في حملة في النخير حتى الساعة 12 من مساء أمس الجمعة 21,081,065 دينارا بحرينيا. وتأتي الحملة التي يقودها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، للمساهمة في تعزيز جهود مملكة البحرين بمكافحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.